انهار سد زيزون في عام 2002. سبب انهيار السد الحقيقة أسباب كثيرة، ومن أهمها السعات التخزينية التي كانت زيادة عن السعات التخزينية. طبعا خلف دمار كبير، وخاصة بقرية زيزون التي لم يبقى لها أثر إلا قبة الجامع وخزان المياه. تم إيواء سكان زيزون بمخيم في قرية زيزون على أنقاض قرية زيزون القديمة لمدة 6 أشهر، ومن ثم بناء قرية زيزون الجديدة، وتم ترحيلهم إلى القرية الجديدة وتسليهم بيوت من جديد. بنيت قرية زيزون الجديدة في عام 2003، يبلغ عدد منازلها 504 شقق، وتحتوي العديد من الدوائر الخدمية، سواء من مركز صحي وثلاث مدارس ومخفر للشرطة وسوق تجاري ومركز البلدية ووحدات إرشادية عدد 2 ومقسم للهاتف. نحن نازحون من القرى المجاورة لقرية زيزون، ونشكر أهل زيزون على المعاملة الحسنة، قدموا لنا المساكن والماء وما يستطيعون من تقديمه من خدمات. المجلس المحلي قدم خدماته للنازحين بشكل ممتاز جدا.